دكتور لا. حسن، عايزين نتكلم طبعا عن 10 أوائل من ذي الحجة وفضل الصيام فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الأيام من أفضل أيام العام، وأقسم بها رب العزة سبحانه وتعالى في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فيقول ابن عباس: ليال عشر، وهي ليالي أو أيام العشر الأول من ذي الحجة، واختار الله من هذه العشر الشفع والوتر. الشفع هو ما يكون من الأعداد الزوجية، ويقصد بها الشفع هنا هو اليوم العاشر، وهو يوم النحر، يوم الحج الأكبر. والوتر يقصد به يوم عرفات. وبالتالي فهذه الأيام أقسم بها رب العزة سبحانه وتعالى: ولا يقسم إلا بشيء عظيم. وبالتالي فهذه الأيام من أفضل أيام العام بناء على هذا القسم، وبناء على الأحاديث التي وردت في أفضلية هذه الأيام. واختار رب العزة سبحانه وتعالى، وله ما يشاء ويختار، اختار التاسع والعاشر يوم عرفة ويوم النحر ضمن هذه العشر التي ينبغي على الإنسان أن يهتدي لها فرصة للتعبد وللوصول إلى أرقى مراتب العبادة من التكبير والتهليل والصدقات وصلة الرحم وأعمال الخير عامة والصيام وما شابه ذلك. نعم. طب قبل ما ندخل في الحديث ونغوص أكثر في الحديث عن مناسك الحج المختلفة، لو نسأل حضرتك سريعا عن فضل العمل في هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان، أي الأعمال أو أي الأيام أفضل من ناحية أو أيهما أفضل يعني؟ نعم. حقيقة العلماء تحدثوا في هذا الموضوع حديثا مستفيضا. ولماذا؟ لأن العشر الأواخر من شهر رمضان تحمل في طياتها ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر. والعشر الأول من ذي الحجة تحمل أيضا في طياتها يوم عرفة طبعا، ويوم العاشر وهو يوم النحر، وهو يوم الحرم الأكبر أو يوم الأضحى أو يوم الحج الأكبر. فهذه يعني أيهما أفضل؟ فانتهوا إلى ما يلي. انتهوا بأن العشر الأواخر من رمضان أفضليتها في ليلها، لأنها تحمل في طياتها ليلة القدر. أما العشر الأول من ذي الحجة فنهارها هو الأفضل، لأنها تحمل في طياتها يوم عرفات ويوم النحر. جميلة هذه المعلومة يا دكتور.